تحية طيبة الصديقات والأصدقاء الأعزاء. بخصوص قانون الخدمة الإلزامية، طلعت على بعض التصريحات المؤيدة والتصريحات المعارضة. المؤيدة، أهم تصريح أنا شفته إلى رئيس مجلس النواب، يقول الخدمة الإلزامية تساعد الشباب أن يكونون أقوى لمواجهة تحديات الحياة. شخص ثاني مقرب من الحكومة الحالية أو من الأحزاب الحاكمة الآن يقول هذا الموضوع يعزز الروح الوطنية. نائب يقول انتشار حالة الميوعة بين الشباب وهذا القانون الخدمة الإلزامية يشكل علاجا فعالا ربما لهذه الظاهرة الحالة. وأنا وددت أن أدلي بدلوي هنا على اعتباري أدرس مادة الإدارة، كنت في جامعة البصرة ومختص في الإدارة، في علم الإدارة، وأقول أي دولة حول العالم تفكر في التخطيط الاستراتيجي للسنوات القادمة يجب أن تفكر بمواردها المتاحة، الموارد المادية، الموارد المالية، الموارد البشرية. الموارد البشرية اللي احنا نسميها في علم الإدارة الهيومن كابيتال يجب أن تكون على قمة أولويات هذه الدولة. فلما يجي صانع قرار يريد يفكر يخلي خطة لخمس سنوات، 10 سنوات، 20 سنة مقبلة، لازم يفكر بالموارد البشرية في هذا البلد كيف راح يستفيد من عندها. لأنه يعني من أبسط تعاريف الـ Workforce Planning، أحيلكم إلى كتاب كتب وليس كتاب واحد، كتب ديف أولريتش بهذا المجال اللي هو Human Resource Management. يقول الـ Human Resource Planning أو الـ Workforce Planning، يقول هو إيجاد الناس المناسبين للعمل المناسب في الوقت المناسب. طيب انت انتم حضراتكم ربما البعض منكم اطلع على تصريح مهم جدا، يعني غير حتى نظرة الأكاديميين نحو القناعة القديمة بأنه الشركات متعددة الجنسيات لما تروح تسوي outsourcing في بلدان مثل الصين بسبب الإعفاءات الضريبية، بسبب رخص المواد الأولية، بسبب رخص الأجور هناك. في حين تيم كوك اللي هو تيموثي كوك قال احنا موجودين بالصين مو لأنه رخص ومواد أولية وما أعرف إيش، موجودين لأن quality of people. وذكر أمثلة، قال أنا لو ردت مثلا يعني مهندسين في يعني بالذكاء الصناعي أو في اختصاصات معينة مهمة في أمريكا ممكن أملي لي غرفة، لكن في الصين قال أنا ممكن أملي ملاعب مال كرة قدم. فهذا يعني هذا الموضوع، موضوع الخدمة الإلزامية، يجب أن لا يوكل إلى هاي الناس اللي ما لها علاقة بالموضوع. هذا مو لعب، أنت جاي تحكي عن جيل، أجيال راح تسوقها، تأخذ من عمرها 3 و4 و5 سنوات تضيعها في خدمة عسكرية لن تستفيد منها شيئا. وشوف المبررات، أنت كيف المبررات يعني شخصية ولا تنطلق من تفكير استراتيجي ليس له علاقة بأهداف الدولة أو رؤى. التخطيط لمستقبل الشباب يجب أن يكون مرتبط ارتباط مباشر بأهداف الدولة ورؤاها، وين رايحة بالمستقبل، وين شايفة نفسها. العراق لازم يبدأ ويحط له رؤى وين يريد يصير ريادي بالمنطقة، يشوف ميزته المطلقة وين، ميزته التنافسية وين، حتى يبدي يشتغل عليها ويعدلها أفراد. الشاب العراقي يحتاج شخص أن يشتغل على مهاراته وعلى تعليمه ويعيد تأهيله وينطي مهارات ويسلحه حتى يكون يعني يليق بسوق العمل، يقدر ينزل لسوق العمل ويكون ناجح. مو تودي تاخذ للجيش تسوق لساحات القتال واحنا مو بساحة حرب، وانت اصلا عندك اكثر من 1,000,000 عنصر امني يعني يستنزفون موارد الدولة واستغلالهم بشكل سيء جدا، وما عندنا امن. اخوكم علي خلف من كندا.